بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتوفقنا فيها في سائر الأعمال يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي، وهو شارح متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين أمين. وقفنا على فصل وفروض الوضوء ستة أشياء. نقرأ الأول المتن ثم نقرأ الشرح مع التعليق. فصل وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. إن شاء الله هنحاول نخلص لحد هنا اليوم بإذن الله. يقول في الشرح: فصل في فروض الوضوء. إيه هو الفرض؟ وهل هناك فرق بين الفرض والركن؟ لأن أحياناً نقول أركان الصلاة مثلاً، ونيجي نقول وأركان الصلاة وفروض الصلاة حاجة واحدة. على فكرة فروض الصلاة هي أركان الصلاة، لكن في الوضوء ما قالكش أركان الوضوء. طب ليه ما قالوش أركان الوضوء في حين أن الصلاة قالك فروض وأركان هي حاجة واحدة؟ يعني أحيانا يجي في بعض العبادات يقول لك الفرض هو الركن، والفرض أو الركن هو الذي ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. يعني لو موجود يبقى الصحة موجودة، لو مش موجود يبقى ما فيش صحة، يعني كأنك ما عملتش حاجة. فينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، ده الفرض. وكذا الركن. وساعات يقول لك الركن هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته. لكن هناك فرق دقيق بين الركن والفرض. أن الفرض مثلا في بعض العبادات يمكن تجزئته على بقية العبادة، وفي بعض العبادات لا تستطيع أن تجزئه على كل جزء في العبادة، كالنية مثلا. ندي مثال بالنية. النية في الوضوء ممكن مع غسل كل عضو تنوي إزالة الحدث، ويصح الوضوء بكده كويس. يعني وانت بتغسل وجهك تنوي رفع الحدث عن الوجه ويبقى ارتفع عن الوجه، تيجي تغسل دراعك ايدك تنوي رفع الحدث عن اليد، تيجي تغسل ايد التانية تنوي رفع الحدث عن اليد، وتيجي تمسح رأسك تنوي رفع الحدث عن الرأس،
وبعدين تيجي تغسل رجلك تنوي رفع الحدث عن القدم، ويبقى ده وضوء صحيح بالرغم انك جزأت النية. لكن في الصلاة ينفع تنوي مع كل فعل من افعال الصلاة النية تجزأها، ولا لابد بتنسحب النية على الكل؟ تنسحب على الكل. ادي الفرق بين الركن والفرض. وعلشان كده قلنا النية مثلا من فروض الوضوء، وفي الصلاة نقول من اركان الصلاة، لان في الصلاة النية بتنسحب على كل افعال الصلاة، بحيث لو بطل اي فعل بعدها تبطل هي كمان. لكن انت مثلا في الوضوء لو نويت الوضوء فرض الوضوء وبعدين غسلت وجهك وبعدين غسلت ايدك فلقيت ايدك عليها حائل، فهذا الغسل باطل، ما يبطلش غسل الوجه، زيل الحائل واغسل اليد. بخلاف بقى ايه في الصلاة، لو بطل اي شيء بعد نية الصلاة عايز تعيد الصلاة من اولها بالنية من اول وجديد. فهمت الفرق البسيط بين الركن والفرض؟ يعني لفتة لطيفة كده عشان تعرف الفرق يعني. ما احنا قلنا ما ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، ده الفرض. لا، الركن بقى جزء الشيء المكون، ما هو هو نفس التعريف ده موجود حتى لو جزأت، حتى لو جزأت. يعني في الوضوء احنا بنقول النية فرض، ما بنقولش ركن. ليه بقى؟ علشان ممكن تجزأها على كله، بحيث لو انتقد شيء في أثنائها ما ينقضش اللي قبله، خدت بالك؟ لكن الركن لا، عشان كده ما قالكش ايه أركان الوضوء. دي حتة دقيقة، وإن كان بعض كتب الفقه يقول لك أركان الوضوء، ويقول لك برضه لأنه من حيث التعليم والتدريس والعمل مش هينبني عليها مشكلة كبيرة من حيث العمل، لكن دي مشكلة بس من حيث الترتيب الذهني. فهمت ازاي؟ من حيث الفهم. لا لا لا، الفرد والركن لا يجاز كمان. يعني انت لما بتقول مثلا نويت رفع الحدث مطلقا كده فانسحب على الكل، فبقى هو كأنه ركن، واخد بالك؟ لكن هو في حقيقته فرد. ليه بقى؟ الفرق الدقيق ان انا لو انتقد غسل احدى الاعضاء لا ينتقد غسل اللي قبله. فهمتني بقى ازاي؟ بخلاف الركن المحض، يبقى في اشياء متمحضه في الركنيه، هي دي بقى ايه اللي بتلغي اللي قبلها. حته دقيقه حبيت تفهمها مفيش مانع، ما فهمتهاش مش هتفرق كتير، لان من حيث العمل واحد تقريبا، الا في بعض التفاصيل في الوضوء هتلاقيها الفرق لطيف يعني. فبيقول وفروض الوضوء ستة أشياء، أنت تجيبهم من الآية. إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم إلى الصلاة معنى النية، يعني نويت الصلاة. إذا نويت الصلاة فاغسلوا، يبقى بتغسل لكي تصلي، يبقى هذه النية صحيحة، لأن أنا لو نويت الوضوء لاستباحة الصلاة بقت نية صحيحة، لأن احنا نتكلم بعد كده في نية الوضوء، ليها نوايا كثيرة، طرق كثيرة، لكن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، التركيبة دي تدل على النية، لأن أنت مش بتغسل علشان تنظف، ده أنت بتغسل علشان تصلي، يبقى بتغسل غسل مخصوص، يبقى النية داخلة في الحتة دي. فاغسلوا وجوهكم، يبقى إذا قمتم إلى الصلاة دي النية، فاغسلوا وجوهكم، يبقى الوجه. تاني حاجة، وأيديكم إلى المرافق. ثالث حاجة، غسلوا اليدين. وامسحوا برؤوسكم، أدي الرابعة. وإيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، مع فتح اللام أرجلكم، وفي قراءة أرجلكم، في قراءتين، قراءة الفتح على الغسل وقراءة الكسر على المسح. وإيه؟ وخدها الفقهاء على الخف، وخدها الشيعة بقراءة بالكسر فقط، فالشيعة عندهم مسح القدم بس، ما عندهمش الغسل، يكتفوا بالمسح. لكن أهل السنة خدوا الاثنين، قالوا القراءة اللي فيها وأرجلكم معطوفة على الممسوح، فيقصد بها سنية، أي إجازة أو رخصة المسح على الخفين، كويس. والقراءة اللي فيها أرجلكم بالفتح
فهي معطوفة على مغسول وهي إن لم يكن عليها خف. واضح؟ يبقى كده خمسة هو. السادس إيه؟ الترتيب، ترتيب على ما ذكرنا. وده مذهب الشافعية، قالوا إن الترتيب ضروري، الملكية عندهم الترتيب إيه؟ يعني سنة الترتيب، الترتيب في الملكية عندهم سنة والموالاة هي اللي فرض، عكس الشافعية. أيوه، الموالاة عند الشافعية سنة، كويس؟ عند المالكية فرض. الترتيب عند المالكية سنة، ده الراجح عندهم. يعني المالكية عندهم لو نسيت تمسح رأسك وتذكرت بعد ما مشيت، تاخد مية من على لحيتك تمسح بيها رأسك وما تعيدش غسل الرجل، المالكية كده. الشافعية لا، لو مسحت الرأس لازم تعيد غسل الرجل عشان تراعي الترتيب. ها؟ الأحناف عندهم إيه؟ ترتيب ضروري. ما هو زي الشافعية في المسألة. الترتيب ليس، طيب كويس. لا ليه؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن الآية هنا فيها بالواو، فالواو لا تقتضي الترتيب، فهم نظروها لدليل لغوي وقالوا أن الترتيب سنة لأنه فعل النبي. أما الآية فتحتمل، ولو كان ركن لكان جاء الله سبحانه وتعالى بلفظ لا يحتمل إلا الترتيب. واضح؟ فكونه جاب لفظ اللي هو مطلق العطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب، دل على أنه يعني يتأتى بغير ترتيب، لكن الكمال أن ترتب. واضح؟ فالشافعي عندهم قالوا الترتيب، واستدلوا الشافعي بالترتيب بطريقة تانية مش علشان الواو، قالوا لأنك إذا عطفت مخالف في وسط المتفق عليه، دليل أنك تقصد الترتيب، لأنه عطف الممسوح على المغسول ثم بعد ذلك كمل بمغسول. يعني عطف الممسوح اللي هي الرأس على مغسول قبله ثم كمل بمغسول بعده وهو القدمين. فلو كان المسألة لا يريد الترتيب لكان قال المغسولات أولا ثم الممسوح أخيرا. فهمتني إزاي؟ فالشافعية والإمام الشافعي ليه في اللغة نظرة دقيقة لطيفة، وعلشان كده قال كونه فصل بين المغسولات بممسوح دليل أنه يريد الترتيب. على قراءة وأرجلكم، ما احنا قلنا وأرجلكم بقى إيه؟ على إنها على الخف، على الخف، فخلاص دي محلولة. واخد بالك؟ على مذهب أهل إيه؟ أهل السنة يعني. ويمسح على رجلين. والشيخ عبد الله الصديق الغماري شيخ كان يرى ان المسح جائز سواء بخف او بغير خف، بس مع استيعاب الرجل بالمسح، بخلاف الخف يكفي على ظاهره. يعني من قال بالمسح قال بس يجب استيعاب القدم ظاهرا وباطنا، واخد بالك؟ يعني ظهرها وبطنها الى الكعبين علشان يكتفي بالمسح، والا في الخف يكفي ظاهر الخف فقط مع عدم الاستيعاب. فهمت المسألة؟ طيب هنا بقى بيقول إيه؟ فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل الوضوء. الوضوء ده اسم للفعل ذاته، وبفتح الواو الوضوء اسم لما يتوضأ به، للماء نفسه. يبقى وضوء هو ما يتوضأ به وهو الماء، ووضوء هو الفعل نفسه، زي ما تقول سحور ما يتسحر به، اللي هو الزبادي عند المصريين، والفول أبو زيت المصريين كلهم أول ما يجي رمضان يجيب لك سطر زبادي كده، وهل تعرف على طول؟ أنا شخصيا كنت أبقى ماشي يوم الرؤية في العرب بالعربية والراديو عطلان، عايز أعرف ثبت رمضان بكرة ولا لا، أول ما الاقي الناس اشتريت زبادي أعرف إن بكرة رمضان وأنا سايق العربية من غير ما أسأل حد. فهي عادة مصرية معروفة، واخد بالك؟ فالزبادي ده يبقى سحور، واخد بالك؟ يبقى السحور ما يتسحر به، سحور استيقاظك من النوم عشان تاكل ليلا، هو الفعل نفسه. كذلك فطور وفطور ونفس الحكايه. فهنا نفس الحكايه، وضوء هو ما يتوضا به، ووضوء بالضم بضم الواو هو الفعل ذاته. ويشتمل الاول اللي هو الفعل ذاته على فروض وسنن،
وذكر المصنف الفروض في قوله وفرض الوضوء ستة أشياء، وفروض الوضوء ستة أشياء، أحدها النية. النية ليها حقيقة وليها حكم، كانوا زمان يعلمونا كده يا شيخنا، يقول لك النية لازم تعرف فيها عدة أشياء: حقيقة، حكم، محل، زمن. حقيقة، حكم، محل، زمن، وإيه؟ وكيفية، وشرط، ومقصود حسن. ست حاجات، سبع حاجات. يبقى عشان كده تتكلم عن النية لازم تعرف سبع نقط فيها. يبقى تفصل: حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. حقيقة، حكم، محل، زمن، لازم تعرف ايه حقيقتها وايه حكمها وايه محلها وايه زمنها وايه شرطها وايه مقصودها. كويس؟ لن تجد هذا الكلام الا عند الشافعية. كويس؟ فصلوا. ها؟ حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، وشرط، ومقصود حسن. كيفية، وشرط، ومقصود حسن. نمسك كل حاجة واحدة. حقيقة، حقيقة النية هو الفعل القصد المطابق للفعل. القصد المطابق للفعل، لما تقصد الشيء في وقت فعله اسمها نية. طيب لو قصدت الشيء قبل فعله اسمها عزم. واضح؟ يبقى انت لو انت ماشي في الشارع رايح تصلي العشاء، الناس العوام حتى يقولك على فين العزم كده، برضو تقول له اصلي العشاء. العزم اي عزم على فعل الشيء، عزم على فعل الشيء يعني شرع في ايه؟ في تحقيقه، ولكن لم يبدأ فيه شخصيا، شرع في تحقيق اسبابه، يسموه عزم على الشيء. ربنا سبحانه وتعالى لا، ما اسموش نية بقى، ده اسمه ايه؟ عزم. لكن النية لازم الفعل، العزم المطابق للفعل. يبقى ساعتها النية امتى؟ مع تكبيرة الإحرام، لان ده بقى الفعل بقى. يبقى اول بقى ما بكبر بقول انا حصلي العشاء، يبقى هي دي بقى النية. طب وقبل كده؟ عزم، مش نية شرعية، ليس مع عزم. يبقى حقيقة النية هو العزم المطابق للفعل، فان تأخر عن الفعل او تقدم على الفعل كان عزما، واخد بالك، او قصدا، سميها عزما او قصدا، ما تفرقش. ولازم تقول ايه هو العزم او القصد المطابق للفعل، لازم تقول غالبا، لان في استثناءات، فيها استثناءات، لازم تقول غالبا دي عشان تكمل المعلومة صح. لان انت عندك نية الصوم، الصوم يبدأ من ايه؟ من الفجر، ويجوز النية من غروب الشمس، فيبقى كلمة غالبا عشان نخرج الصوم تيسيرا للناس، ربنا خرجها تيسيرا للناس. فلو جت غربت الشمس وقلت نويت صيام غدا، انعقدت النية، بالرغم ان لسه بدري على ايه؟ على بداية الصوم. واضح؟ يبقى حقيقتها زي ما قلنا القصد المطابق للفعل، والفعل اللي هو اول الفرض. الفعل المقصود هنا ايه؟ اول الفرض، الفرض مش اول السنة. يعني تشوف ايه هو الفرض اللي انا هعمله، ايه الفرائض في الشيء اللي هعمله. الصلاة اول فرضها ايه؟ تكبيرة الاحرام. لكن رفع اليد مع تكبيرة الاحرام دي سنة، يبقى لازم تكون مطابقة لتكبيرة الاحرام، مش شرط بقى رفع اليد، تفرقش معايا رفع اليد، لكن لازم تبقى مطابقة لتكبيرة الاحرام أو مقارنة بها عرفيا، يعني يدوب سبقها بلحظة، مفيش فاصل زمني طويل. دي حقيقتها. حقيقة، حكم، حكم النية إيه؟
الوجوب نقول برضو غالبا ان هي واجبة، غالبا برضو لان في استثناءات، في استثناء لا، والنية في صيام النفل موجودة ومطلوبة، بس هي وقتها ممكن يدخل لكنها مطلوبة، لكن يدخل بعد الفجر. لكن احنا بنقول النية واجبة غالبا علشان نخرج نية غسل الميت، يعني اللي بيغسل الميت مش شرط ينوي تغسيل الميت، لو بيغسله بشوية المية كده وهو حتى قلبه غافل انعقد تغسيل الميت، واخد بالك؟ فما نقول النية واجبة غالبا لأن الميت يجب غسله، والنية على المغسل، واخد بالك، وليست واجبة. واضح؟ يبقى حقيقة حكم، محل النية القلب، مش كده برضو؟ محلها القلب. ما للتلفظ بيها بدعة، المالكية قالوا كده بدعة. بدعة يعني ايه؟ يعني مش ضلالة، ما احنا لازم نبقى علماء، اللي كل واحد يسمع كلمة بدعة يفتكرها ضلالة يبقى لسه ما راحش الازهر، ده أرى العلم من الكتب. لما يروح بقى الازهر وينظم مخه لما يسمع كلمة بدعة، يعني لم تكن مشهورة في الجيل الاول، واخد بالك ازاي؟ وينطبق عليها الاحكام الخمسة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون واجب كده برضو. يبقى منقول بدعة يعني لم تشتهر عن الصحابة ان هو يقف ينوي كده يقول نوية صلاة الظهر باللسان كده، فهي من حيث العمل بدعة. التلفظ ده في الصلاة، في نية الصلاة او نية الوضوء بدعة، لان لم يفعلها السلف الصالح او لم تشتهر عنهم. واضح؟ وعلشان كده الإمام مالك يقول لك والتلفظ بها بدعة، يعني لم تشتهر عن السلف الصالح، مش معناه أنها ضلالة، ده شيء مستحدث. الشافعية عندهم قال لك إن هي مستحبة لمن لا يستطيع استحضار القلب إلا بتلفظ لسانه، تبقى تستحب فيه في هذا الإنسان، لأن دلوقتي لما طرأت الأجيال وكثرت عليها مشاغل الدنيا فأصبح يصعب عليه استحضار النية بالقلب في لحظة الفعل إلا أن يذكر نفسه بلسان. فإذا كان المقصد تذكير القلب باللسان فهي مستحبة لأنها مقصودة، المقصود هي محلها القلب مش اللسان، لكن اللسان يعين استحضارها في القلب لمن يكون قلبه غافل في أمور أخرى كثيرة، واللي بتحصل الواحد ساعات يبقى مشغول في عمل، في بيع وشراء في السوق ومعاطاة، أو طالب طالع من دراسته أو من امتحانه وشغله وعايز بقى يعني يدخل في عبادة، فلسه منشغل قلبه بما كان فيه، فلما يستحضر بلسانه بيعين القلب أنه يستحضر. عشان كده الشافعية عندهم هي بدعة إلا أنها مستحبة لأنها تعين على فعل الواجب وهو استحضارها في القلب، كويس؟ وعشان كده قال لك التلفظ بالنية عند الشافعية سنة مش واجب، لو ما تلفظتش بيها خلاص. يعني انا مرنت نفسي سنين طويله انا وشافعي، انا ما بتلفظش بالنيه خالص، لان مرنت نفسي خلاص، برفع ايدي كده وانا برفع ايدي عشان اصلي، خلاص في قلبي كل انا هعمله وانا الله اكبر خلاص. دي عايزه تدريب، الشغله دي عايزه تدريب، لما لحين ما تدرب نفسك تلفظ مشكله. ولما يقول الامام والتلفظ بيها بدعه مش معناه ما تعملهاش، يعني لم تشتهر عن السلف الصالح بس، واخد بالك ازاي؟ ادي المسألة. طب والسلف الصالح ده كان صالح، كان قلبه حاضر، ده كان بيبقى بيبارز ونيته حاضرة لدرجة اللي العدو بتاعه لما يجي تف في وشه يبطل مبارزته، يقول لك لان كده هقتله غضبا لنفسه، انا كنت الاول هقتله لله، يبقى ده مع انه مراقب نفسه بقى. انما احنا مش كده، احنا اتغيرت الاجيال، فلما تغيرت الاجيال الأحكام بتتغير بتغير المكلف، فلازم الإنسان برضو لما يجي ينقل الفقه للناس ينقله مع مراعاة حال المكلف المنقول له. واضح؟ فلا بأس إن الإمام مالك يقول لك بدعة، مش مشكلة. الإمام مالك ما سئل عن صلاة الضحى قال بدعة،
لما تطلع كده في الفقه الملكي في المدونة، سئل الإمام مالك عن صلاة الضحى قال بدعي. طب والإمام مالك ما بيصليهاش؟ كان بيصليها، بس يقصد البدعية هي شهرتها بهذه، لأن كان في زمانه يجي وقت صلاة الضحى يلاقي مسجد النبي امتلأ بالناس كأنها صلاة جمعة. فلما سئل عن صلاة الضحى قال الهيئة دي بدعة، ما كانش كل واحد بيصليها براحته حيثما حل، إنما يسيب السوق ويجي يصليها في المسجد كأنها بقت صلاة جمعة، اه الهيئة دي بدعة. فهمت بقى؟ يبقى مش كل بدعة تخرج من لفظ الفقيه يقصد بها التحذير بها، قد يكون طرق شيء عند الناس، عشان كده ناخد بالنا من الحكاية دي. خد بالك ان الرأي الراجح يختلف باختلاف المكلف برضه. يعني انا بالنسبة لي بعد ما مرنت نفسي ان انا بنوي من غير ما اتلفظ، يبقى الراجع عندي ان انا ما اتلفظ. وانت لما انت مش مرن نفسك يبقى الراجع عندك تتلفظ. فهمتني بقى المسألة؟ فلازم الانسان يراعي مثل هذه الامور، لان انا المقصد ان عبادتي تبقى صحيحة، وانت قصدك ان عبادتك تبقى صحيحة، وده قصده ان عبادته تبقى صحيحة. هي دي المسألة. وعلشان كده ما توزنش الناس كلها بميزان واحد. الناس تتفاوت، انت لما بتعلم ابنك الصلاة بتعلمه اشياء تلزمه بيها، يمكن هي الشرع ما الزموش بيها. ليه؟ لانه في طفولته لازم تعلمه الحكاية دي علشان بعد كده يعتادها، بعد ما يعتادها خلاص، بعد ما يعرف الاحكام انتهينا، هيحط ايه؟ كل حكم في وزنه وهكذا. ودي لازم يراعيها الفقيه اللي بينقل الفقه للناس. يراعي حال المكلف. واضح؟ وعلشان كده لما بنيجي بنشرح بكل المقاسات، لكن الفتوى مش كل المقاسات، فتوى مقاسك. يبقى انا لما بقول لك ان النيه محلها القلب والتلفظ بها سنه، قد يكون التلفظ بها واجب عند بعض الناس. فهمتني بقى ازاي؟ لما يجي واحد يسالني يقول لي انا ما بقدرش استحضرها بقلبي يا عم الشيخ خالص الا لما لساني يلعب، اقول له يبقى واجب تتلفظ. واحد تاني بيقول لي والله انا كده ممكن وكده ممكن، اقول له مرن نفسك لحد ما تبقى زي الصحابه، ما كانوش بيتلفظوا خالص، يقول الله اكبر ويخش. فهمتني ازاي؟ معلش كده الفرق بين الفتوى والفقه ايه؟ ان الفقه احكام غير مفصله على المكلف، لكن الفتوى مفصله على المكلف. الفقه قماشه والفتوى تفصيل، أدي لك اللي على مقاسك. فهمت بقى الفرق بين الفتوى والفقه؟ فاحنا دلوقتي في درس فقه، بقول لك بقى كل المقاسات، كل المقاسات بشرحها لك، الفاترينا معروض عليها كل المقاسات وكل الأذواق، وكل المقاسات دي على فكرة مفيدة بس لما تركب على مقاس، ومش مفيدة لما تروح مش للمقاس. فلازم ما تفهم انك في درس فقه انك انت بتتعامل مع كل المقاسات، لكن لما تروح تبقى مفتي لازم بقى تدرس كل حالة على حدة. واضح الكلام؟ ده الفرق بين الفقيه والمفتي. فليس كل فقيه ينفع يبقى مفتي على فكرة. واضح؟ لكن كل مفتي لابد يبقى فقيه عشان يبقى عنده كل المقاسات ويعرف يوزن. الفرق بين الفقيه والمفتي أن الفقيه صيدلي عنده كل الأدوية، لكن ما يعرفش أنهي دواء يستعمل في أي شيء والمدة قد إيه وبأي جرعة، مع اختلاف حال المريض. فهمتني بقى إزاي؟ لكن الطبيب يمكن ما يعرفش كل الأدوية، لكن عارف بعض الأدوية، لكن عارف إزاي تستعمل وإمتى تستعمل وبأي قدر، مع اختلاف حال كمان المريض. لو الكلى تعبانة يقول له الجرعة لازم تبقى للنص، والتاني الكبد تعبان آه لا ده الجرعة هنا لازم تبقى للربع، وانت مريض ما عندكش كبد ولا بتاع يبقى تاخد الجرعه كامله، وتاخدها لمده قد ايه. الصيدلي ما يعرفش الشغله دي. يبقى الفقيه صيدلاني والمفتي طبيب. فهمت المساله؟ علشان نبقى فاهمين بس الحكايه. وعلشان كده لما تيجي انت تروح عايز فتوى خاصه بيك ما تروحش الفقيه، روح لمفتي، لان المفتي عد على الفقه وبقى أدق، لكن الفقيه الأول. عشان كده احنا لا نحن لا نجيز، مش نحن يعني أنا،
يعني كل من علمونا واحنا بننقل ما تعلمنا منهم برضو، ان لا يجوز انك انت تاخد الفتوى الخاصة بيك من الكتاب. واضح؟ ما ينفعش. زي ما لا يجوز انك انت تاخد علاجك في مرضك من مجلة طبيبك الخاص. واضح؟ لكن لازم تروح للمفتي وبعدين تعرض عليه الأحكام اللي في ذهنك، تقول له أنا عارف إن الأحكام كذا وكذا وكذا، وحضرت وقريت وعملت، أنا حالتي كذا، أنا إيه اللي يناسبني؟ يقوم يقول لك. بمرور المران وطول الزمان هتلاقي نفسك أنت بقيت تعرف تفتي نفسك. محتاجه بقى خلاص، لأن بقيت من كثرة الممارسة بقيت أنت تقدر تفتي نفسك، لكن في الأول لازم تمر بالمرحلة دي، وأي إنسان لازم يمر بيها. الخشوع دي معناه مراعاة نظر الله ليك، لكن حضور القلب في أثناء النية أنت بتعمل إيه؟ أنت مقدم على إيه؟ واضح؟ وهل التلفظ في النية ورد في الشرع أصلا في أي عبادة؟ عشان نقول إن دي بدعة مستحدثة مطلقا، ولا لا ده هي مستحدثة هنا بس في إيه، في العبادة دي، لكن في عبادات تانية ورد الشرع بإيه؟ بالتلفظ بالنية. ورد الشرع بالتلفظ في النية في الحج كده برضو، بتقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، يبقى أصل التلفظ بالنية له أصل في الشرع، فلما كان له أصل في الشرع فيجوز نقله إلى عبادة أخرى بالتلفظ، لأن المقصود. طب وليه تلفظنا في الحج بالنية؟ لأن الحج نادر ومرة بتعمله في العمر. طب وليه لا نتلفظ في الصلاة؟ لكثرة تكرارها فيشق على العبد، لكن مش معنى كده إهمالها، لأن كثرة تكرار الصلاة بتدي لك تدريب إن النية أصبحت حاضرة في قلبك على طول من كثرة التدريب، إنما في الحج بتعمله مرة في عمرك، فمحتاج بقى تبقى مركز وبتلبس لبس الإحرام والدنيا زحمة وده بيخبطك وده بيعملك، فلابد تتلفظ بقى لأن عندك أشياء كثيرة ممكن تنسيك أنت هتقدم على إيه. فهمت؟ فإذا طرأت عليك هذه الأشياء اللي ممكن تنسيك في الحج، فعلشان كده شرع لك أن تتلفظ. طرأت عليك في الصلاة كتشويش ذهن، واخد بالك؟ يعني أنا أيام مذاكرتي وأيام ما كنت بكالوريوس وأيام ما كنت في الماجستير كنت بتلفظ بالنية، قاعد طول النهار أقعد في أقرأ ومذاكرة، فبروح أجي أصلي ألاقي نفسي كل مخي في المواضيع اللي أنا بذاكر فيها، حتى لما أجي أرفع إيدي كده ألاقي نفسي مشوش، ساعتها بقى أنا أروح متلفظ بالنية لأن أنا ذهني مش رايق. زي حال الحج بالظبط، الحج بيبقى مسافر ومع التأشيرة ومع شيل ولابس الإحرام، والإحرام هيفك منه وهو مش متعود يمشي بالإحرام، عنده مشوشات كتيرة، فالمشوشات دي الشرع عالجها بإيه؟ إنك تتلفظ بالنية. واخد بالك إزاي؟ فيبقى التلفظ بالنية مش بدعة مطلقا، يعني لم يرد في الشرع صورة من صور التلفظ بالنية عشان تقول. واضح؟ يبقى حكمها القلب والتلفظ بها مشروع. كلمة مشروع دي كلمة لطيفة، ليه؟ لأنها تحتمل بقى الاستحباب والجواز، وتستحتمل الوجوب على حسب اختلاف الناس. التلفظ بها مشروع يعني ورد في الشرع مثل التلفظ بالنية في بعض العبادات، فلما تقول إن إيه؟ إن محلها القلب والتلفظ بها مشروع، تبقى كلمة دقيقة. واضح؟ طيب إذا اختلف اللسان مع القلب انعقد ما في القلب؟ سهلة بقى، لأن أنا أصلها القلب، فعلى الأصل دور. الناس العوام يقول لك إيه؟ على الأصل دور. فطالما عرفت إن أصلها القلب مش أصلها اللسان، فأنا مثلا واقف مع تشويش ما بسيط كده عندي، قلت ناوي صلاة الظهر، لكن قلبي بيقول عصر، انعقدت عصر. واضح؟ لكن انا لساني بس، زي ما تبقى انت اسمك محمد واغلى كده اقول لك يا احمد تعالى، انا قصدي انت، بس انا زلفت لساني. فهمت؟ في قلب الشاعر. ما هو القلب بطن برضه، لانه في باطنه يعني غير مطلع عليه. ما احنا قلنا النية لها زمن، زمنها ايه؟ المطابقة للفعل.
كل اللي انت بتقوله ده اسمه عزم. قرينة الحال دي نية عند الملكية، ما قرينة الحال دي نية عند الملكية، وتصح بها صلاتك في الأزمنة السابقة قبل ما تعرف هذه التفاصيل. إنما أنت بعد ما عرفت التفاصيل بقيت عالم، فلازم تعالج نفسك. فهمت بقى؟ لكن الملكية يكتفوا بالنية بقرينة الحال، طالما أنا واقف في الصفوف وبحاز الصف وعارف إن دي عشاء والإمام واقف وبقول الله أكبر وراه وبتابعه وحريص إن أنا أسمع الحركات عشان أمشي وراه، ده في حد ذاته اسمها نية بقرينة الحال، يكتفي بها المالكية والشافعية لا يكتفون به. واضح؟ يبقى عرفت إن الخلاف المذهبي سعة حتى لا تبطل صلواتك السابقة قبل أن تعرف هذا التفصيل، فدي نعمة. ها؟ مثلا السحور في الصيام نية، يعني طالما انت بتتيقظ في وسط الليل كده وانت مش من عادتك انك تقوم تاكل، عارف لو واحد متعود كل يوم ينام ويقوم بالليل ياكل يبقى الاستيقاظ بالنسبة له ما تبقاش نية، لان هو كل يوم كده، هو كل يوم بينام العشاء ويقوم على الساعة 12 بالليل نفسه ايه هفتان، يروح واكل له لقمة كده ويكمل نوم، عادته كده كل يوم. انا اعرف ناس كده. فهمت ازاي؟ فده بالنسبة له استيقاظه من النوم ليأكل ليست نية سحور، لأنه بيعمل كده كل يوم وهو مش ناوي يصوم. عشان كده تعرف ان الفتوى تختلف بقى باختلاف ايه، فما تاخدش ان ايه ان الاستيقاظ من النوم للأكل نية معتبرة مطلقا، تقول لا، لمن لم تكن عادته القيام من النوم للأكل إلا في حال الصيام بس. واضح؟ اصبر عليا، هنيجي في التفصيل ده. احنا لسه بنتكلم عن النية الاول عام كده، كلمة عامة، كلمة النية عامة تصلح بقى في الزكاة في الصيام. انا بقول لك النية لما تسمع كلمة النية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فهمت؟ لان كلمة النية دي هتتكرر كتير، نيجي في الصلاة نقول النية، نيجي مش عارف في الزكاة نقول النية، نيجي في الحج نقول النية. فهمتني بقى ازاي؟ فلازم تبقى عارف ايه هي مفردات النية اللي هي علشان تتكون منها النية. واحنا قلنا حقيقة حقيقتها القصد المطابق للفعل، والفعل المقصود بأول الفرض، ونقول غالبا لإخراج الصوم حكمها الوجوب، غالبا لإخراج اللي بيغسل الميت، واخد بالك، ولإخراج حاجات تانية. أما نقول الوجوب غالبا لإخراج حاجات تانية في العبادات التي لا تشتبه بالعادات. هو أنت لما بتيجي تقرأ القرآن بتقول نويت قراءة القرآن تعبدا إلى الله تعالى ابتغاء ثوابه، ولا على طول بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخش؟ لأن تلاوة القرآن عبادة لا تشتبه بغيره، فمش محتاجة النية بقى. فإذا كانت العبادة لا تشتبه بغيرها من العادات لا تفتقر للنية، لكن لو استحب لو نويت ما يجرش حاجة، بتقول نويت أسبح الله لأن الله قال اذكروني أذكركم مثلا، حد بيعمل كده؟ يخش على سبحان الله، لأن التسبيح لا يشتبه بالكلام العادي فمش مفتقر للنية. لكن الغسل والاستحمام ده ممكن واحد يستحمى عشان يتوسخ النهاردة وكانت الجو غبار أو إنه عرق النهاردة، وممكن يكون للتبرد، وممكن يكون لأنه متعود كده عشان يفوق شوية وكابس عليه النوم، ممكن يكون بيغتسل عشان الجنابة، ممكن يكون بيغتسل عشان العيد. فهمتني ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى إذا اشتبهت العبادة بعادة وجبت النية، وإذا اشتبهت العبادة بعبادة وجبت النية، فإن لم تشتبه لا بعبادة ولا بعادة لا تجب النية، كمطلق الذكر والتسبيح والصلاة على النبي، دي أشياء ما تحتاجش نية صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تشتبه بعبادة أخرى ولا تشتبه بعادة. واضح؟ لكن أنت لما بتمسك عن الطعام والشراب، قد يكون رجيم، قد يكون لمرض، قد يكون لأنك مالكش نفس تاكل كده برضو، وقد يكون لأنك صائم. يبقى لما اشتبهت مع العادة عبادة الصوم اشتبهت مع العادة وجبت النية عشان أميز. لما اشتبهت عبادة وعبادة
الظهر 4 ركعات، وسنته القبلية 4 ركعات، وسنته البعدية 4 ركعات، فدي 4 ركعات، ودي 4 ركعات، ودي 4 ركعات. فاشتبهت عبادة بعبادة، وجبت النية للتمييز بين درجات العبادة إن كانت سنة أو فرض، وبين أنواع العبادة إن كان الكل فرض. أنا حصلي عصر وحصلي ظهر، دي 4 ودي 4، والعشاء 4، هميزهم إزاي إلا بالنية؟ يبقى إيه؟ تجب النية، نقول الوجوب غالبا لإخراج إيه بقى؟ ما لا تشتبه بعادة ولا تشتبه بعبادة فلا تجب فيها النية. سهلة الحكاية؟ حقيقة حكم محل، قلنا محلها القلب. زمن النية قلنا أول الفرض، ونقول غالبا برضو لإخراج الصوم، ونقول برضو غالبا لإخراج إيه؟ لإخراج الصوم. كيفية النية هو التمييز بين العبادة والعبادة، وبين العبادة والعادة. واضح؟ أدي كيفية التمييز بين العبادة والعادة، وبين العبادة والعبادة. فلازم أكيف العمل اللي أنا بعمله ده. أنا بعمله ده مطلق تطوع، ولا دي سنة راتبة، ولا دي صلاة تراويح، ولا دي سنة العشاء البعدية، ولا دي قيام ليل، ولا دي قضاء حاجة، ولا دي استخارة، هي كلها ركعتين، ولا دي سنة إحرام، ولا دي سنة طواف، هي كلها ركعتين، وكلها بعد الفتحة تقول قل يا أيها الكافرون، وبعد الفتحة في الركعة الثانية تقول قل هو الله أحد مثلا. فيبقى الكيفية هنا التمييز بين العبادة والعبادة، وبين العادة والعبادة. كويس؟ كيفية زي قلت لك الغسل، وزي الإمساك عن الطعام كده برضو، وستر العورة قد يكون للزينة، وقد يكون من أجل الصلاة كده برضو. حقيقة حكم محل زمن كيفية. شرط شرط النية الإسلام، فلا تنعقد نية من غير مسلم. يبقى شرط النية لازم يبقى مسلم. لما أقول أنوي يبقى بقى لازم بوجه الكلام ده لمين؟ لمسلم. لكن لو واحد مش مسلم قول له اسلم الأول، بعد ما يسلم قول له انوي. واضح؟ يبقى شرطها الإسلام. يعني لو واحد كافر اغتسل بماء النيل ونوى رفع الحدث، يترفع منه حدث لأنه كافر. فهمت ازاي؟ مع انه اغتسل بماء النيل كله، انت مجرد بس بقيت مسلم كوز ميه يرفع حدث. يبقى شوف بركة الإسلام بقى، النيل ما يكفيش الكافر يرفع حدثه طالما متلبس بكفر، وانت بكوز ميه يرفع حدثك ببركة الإسلام، بركة الشهادتين. فدي بركة كبيرة انك دخلت بقيت من اهل النية. واضح؟ يبقى شرطها الإسلام، وشرطها العقل. العقل لازم يبقى عاقل، والمجنون ملوش نية لانه مش مكلف اصلا كده برضو، غير مخاطب. لكن لا نقول البلوغ ده شرط التكليف. الإسلام والعقل والبلوغ ده شرط التكليف، لكن احنا بنتكلم عن نية، نقول الإسلام والعقل بس لصحة نية الصبي. واخد بالك؟ علشان الصبي نيته صحيحة، مش واجبة بس نيته صحيحة وعبادته بيثاب عليها. يعني ممكن الصبي يصلي بالناس جمعة ويأم الناس ويخطب الجمعة، مش كده؟ طالما مميز يبقى عبادته صحيحة. ولو حج ينعقد، صحيح لا ينعقد فرضا له، لكن ينعقد سنة
له نافلة وهكذا. يبقى لازم نقول شرط النية الإسلام والعقل. في بعد كده تيجي في بعض العبادات تزود حاجات بقى، تقول مثلا ايه البلوغ زي الفرضية، شرط الفرضية، تقول البلوغ بقى لكي تكون فرضا. وممكن نقول الحرية في بعض العبادات كحج الفرض، كصلاة الجمعة، لإبلاغ ليكون مكلفا بها ويكمل نصاب الجمعة. هتيجي بعد كده تلاقي الحرية أحيانا تبقى من ضمن أجزاء شروط النية في بعض العبادات المنفصلة. لكن الشرطين اللي هم مستقرين في كل النوايا الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والعقل، خدت بالك؟ حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن. المقصود الحسن إنها تبقى لله خالصة وليس لأجل دنيا. أن تكون النية خالصة لله، ألا لله الدين الخالص. نويت أصلي لكي يرشحوني في رئاسة الجمهورية، الله أكبر، دي نية تنفع، واخد بالك؟ ده من أجل دنيا. نويت أقاتل من أجل أن يقال علي شجاع، ده ما ينفعش. يجي يموت نفتكره إحنا شهيد، لكن هو مش شهيد، مش كده برضه، لأنه ما كانش فيها المقصود الحسن. واضح؟ المقصود الحسن أن تكون لله، وإيه؟ وأن تكون لله يعني خالص، وأن تكون لدرء عذاب الله وغضبه. كويس؟ كده خلصنا بقى إيه الكلام على النية إجمالا كده. نيجي بقى نخش في الوضوء بقى، نشوف نية الوضوء إيه التفاصيل الخاصة بيها المتعلقة من المعلومات العامة دي. فبيقول أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. فهمت بقى كلام الشيخ؟ واضح الكلام الشيخ، الحمد لله. ربنا بيقول على سيدنا آدم إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزما، أي على المعصية. لأن إزاي يبقى نبي ومالوش عزم اللي هو العزيمة والهمة؟ لا، فكل الأنبياء أهل عزم وأهل همة، يبقى ولم نجد له عزما على المعصية حيث أكل ناسيا، وكأن الله بيلتمس له العذر كده برضو. ما يضرش بقى في أثناء العمل لو خلط شيء آخر يقلل الأجر لكن لا يبطله. وعلى الإنسان أنه هو يراقب قلبه في أثناء العمل كله علشان يصفي أي تشويش يأتي. واضح؟ لو بعد العمل، ما هو العمل انقضى على الصحة خلاص، إذا كان بيتحدث به وهو أصلا ممن يقتدى بهم من أجل أن يشجع الناس على فعل الخير، لا شيء عليه بل يثاب، بس لا يتحدث بهذا إلا بعدما يروض نفسه ويربيها الأول حتى لا يكون فيها غرور ولا كبر ولا حب شهرة. لكن المبتدئ الذي لسه في قلبه بقايا الدنيا، الأفضل إنه هو يسر بعمله. وربنا بيقول إن تبدو الصدقات، إن تبدو الصدقات أو إيه؟ فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. يبقى إن تبدو الصدقات فنعمة هي، كلام لمن يقتدى بهم الذين يفعلون ذلك في الجلوة كالخلوة، سواء عندهم لأنهم لا يعاملون إلا الله، ده للكمل. إن تبدو الصدقات يا كمل فنعمة هي، وإن تخفوها يا من تزكون أنفسكم قبل كمالكم فهي إيه؟ خير لكم. فهمت إزاي؟ فالآية شملت النوعين، الواصل والمريد. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، هو أول الفرض أهو، زمنها أهو، شفت بقى جايب لك زمنها، أول الفرض. قال من المضمضة، قال النية مع غسل الكفين، قال النية مع الاستنشاق، قال النية مع السواك، قال النية مع البسملة، لأنه بيتكلم عن النية المفروضة. لكن النية اللي قبل كده دي سنة، فهمت؟
يبقى المتوضئ بينوي مرتين عند الشافعية، مرة في الأول حتى يدخل السواك والبسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق في العبادة، يبقى دي نية مسنونة، ثم ينوي ثانيا فرض، هي دي النية المفروضة مع غسل أول جزء من الوجه. واضح؟ وتكون النية أي الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه اللي هو أول الفرض، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما قبله ولا بما بعده. كويس؟ لأنها بتنسحب على بقية الوجه وبتنسحب على باقي الأعضاء. واضح؟ لكن لو غسل هو النصف الأعلى من الوجه وما نواش وبعدين نوى على النصف الأسفل، يبقى النصف الأعلى ده لسه ما ارتفعش الحدث عنه. واضح؟ لكن لو نواها مع الأعلى وابتدى يكمل انسحبت على الباقي، وعشان كده أو بغسل أول جزء من الوجه. واضح؟ فينوي المتوضئ، هيقول لك بقى كيفيتها هنا، عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداث، أدي كيفيتها هي. تقول لي كيفية النية عند الوضوء ينوي إيه؟ يقول إيه؟ يقول إيه بقلبه، لأن محلها القلب، وإن كان القلب يعني لا يستطيع أن يستحضر إلا مع اللسان فبلسانه مع قلبه. يقول إيه بقى؟ رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض وضوء، كل دي كيفيات مختلفة لنيات صحيحة. يعني هو بالا، أدي حدثه، وقال نويت رفع حدث البول، ارتفع حدث البول. كويس؟ بس بشرط أن يكون الحدث ده يكون آخر حدث فعله، بس النية دي نية ضعيفة، تصح أحيانا ولا تصح أحيانا، لأنه عين حدث وترك أحداث. إنما يقول نويت رفع الحدث، والألف واللام كده لجنس الحدث أو للاستغراق، يبقى ترفع كل الأحداث، لأن احنا هنتكلم بعد كده على نواقض الوضوء إنها كتيرة، حدث واحد بس بينقض الوضوء، ده أشياء كثيرة. علشان كده لو قال رفع حدث من أحداثه المعين صحت إن كان هو آخر حدث أحدثه، لأنه إذا ارتفع يرفع معاه الباقي. لكن هو بالا ودخل الحمام تبرز، ثم لمس امرأة، ثم نام واستيقظ، فقال نويت رفع البول، حدث البول، وعمل أحداث كثيرة بعده، لا ما تنفعش النية دي، تنفعش تبقى تلاعب. يقول بقى نويت رفع الحدث مطلقا. كويس؟ أدي النية بالطريقة دي. طب في طريقة تانية أحلى، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، دي نية تانية أحلى. يقول نويت استباحة الصلاة، نويت الوضوء لاستباحة الصلاة، لأن الصلاة تفتقر للوضوء، أو نويت الوضوء لاستباحة الطواف، لأن الطواف يفتقر للوضوء، أو نويت الوضوء لمس المصحف، لأن مس المصحف يفتقر للوضوء. واضح؟ يبقى ده وضوء صحيح، بحيث لو نوى استباحة ما لا تصح العبادة به إلا بوضوء صح وضوءه لسائر العبادات. يعني لو قال نويت الوضوء لاستباحة مس المصحف، فلو أن يصلي بهذا الوضوء ولو أن يطوف بهذا الوضوء، مش يمس المصحف بس. واضح؟ لو نوى وضوء النوم، الوضوء للنوم ما ينفعش، لأن دي الوضوء للنوم سنة وليس فرضا، لأنه ده سنة أصلا، زي واحد بينوي نويت الوضوء لحضور جلسة العلم. واضح؟ فلا يصلي بهذا الوضوء، لا يصح، لأن جلسة العلم لا تفتقر للوضوء. قولا عند الشافعية واحدا، عند الشافعية قولا واحدا، عند الأحناف النية أصلا مش فرض في الوضوء، يعني لو نوى غافلا، لو صلى وتوضى غافلا كده وضوءه صحيح، ويصلي بيه ويعمل كل حاجه،
لو انت ماشي كده وسقطت في البحر وانت مش واخد بالك، واخد بالك، وكنت جنب، طلعت ايه؟ طاهر، تقدر تصلي. عند الشافعية لازم ينوي وهو في غطسان، لحظة لحظة وهو غاطس، لحظة، عشان يرتفع حدث وهو طالع. ما هو استباحة صلاة الظهر خلاص، ما دي تفتقر. لكن لو نوى استباحة، ما هو كل صلاة، أيوة، ما يجراش حاجة طالما لم يكن دائم حدث. واضح؟ ما لم يكن دائم حدث، لأن دائم الحدث هيبقى إحنا هنتفق هنقول ليه دي أحكام خاصة. يبقى أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. إيه اللي يفتقر للوضوء؟ إحنا قلنا مس المصحف، الطواف، الصلاة. في حاجة تانية؟ ما فيش حاجة تانية. هم الثلاثة دول اللي تفتقر للوضوء، صح؟ أو ينوي فرض الوضوء، سهلة، نويت فرض الوضوء، انتهينا، هو بيغسل كده، نويت فرض الوضوء، لأن الوضوء الفرض يستبيح به الفرض. أو نويت الوضوء فقط، مطلق الوضوء كده فقط، تصح على أوجه، تصح على أوجه. في بعض الأوجه عند الشافعية يقول لك ما ينفعش، لأن قد يكون الوضوء ده استباق، يعني إيه؟ تجديد وضوء كده، قد يكون تجديد لا يرفع حدثا، ده للتجديد بس، لأن في وضوء سنة ما يرفعش حدث. افرض إن أنا متوضي للعشاء وبعدين بعد كده حبيت أجدد وضوئي عشان أصلي سنة العشاء، ما يجراش حاجة، بس ده ما ينفعش الحدث لأنه مرفوع أصلا بالوضوء الأول. واضح؟ يبقى لو قال الوضوء مطلقا النية تشوشت، لأنه قد يدخل فيه تجديد الوضوء الذي لا يرفع الحدث، لكن لو قال فرض الوضوء فلا يدخل فيه أي تشويش. عشان كده لو قال نويت الوضوء مطلقا وجهان، وجه يقول لك ينفع وجه يقول لك لا ما ينفعش، فدي نية تبعد عنها احتياطا، لأن الخروج من الخلاف مستحب. أهو الأسئلة دي بقى تيجي في الغسل، كويس؟ لكن ما يرفع الحدث الأكبر يرفع الأصغر مندرجا فيه. أنا أقولها لك برضه يعني عشان ما تسيبكش، لكن بعد كده هنعرفها، إن الغسل إيه؟ يرفع الحدث الأكبر وبالتالي يدخل مع الحدث الأصغر من باب أولى. واضح؟ ده عند المذاهب الأربعة. يحرم مس المصحف على غير وضوء في المذاهب الأربعة. جلدة المصحف، أي يحرم لمسه وحمله لغير المتوضئ، إلا لو كان هيقع عليه شيء أذى وأنت عايز تلحق، يبقى ساعتها يحل للضرورة. أو عيل صغير بيحبي وهيخش على المصحف ياخده يقطعه، تشيله، مش تقول لما أروح أتوضأ ترجع تلاقيه يقطعه، الحمد لله. فهمت إزاي؟ لا لا، ها انتوا ليه بتستعجلوا؟ ما كل انتوا عايزين تخلصوا كل الكتاب النهارده. احنا قلنا اذا كان له ان يقرا المصحف من حفظه على غير وضوء، ولو ان يقرا المصحف من الكتاب، من المصحف كده وهو مفتوح بعينه دون ان يمس صفحاته، واذا اراد ان يقلب يقلب بسواك ونحو. واضح؟ لكن له أن يقرأ ما شاء من حفظه على غير وضوء طالما ليس بجنوب. واضح؟ لكن عشان يمس المصحف كده أو يحمله لازم يبقى متوضع على المذاهب الأربعة، إلا عند بعض القراء وليس الفقهاء. القراء اللي هم بيحفظوا القرآن لضرورة مهنتهم، لأنه بيتعامل مع المصحف طول النهار قاعد يحفظ العيال، فيصعب عليه المحافظة على الوضوء طول النهار. يبقى اللي قائم بتحفيظ الأطفال للقرآن
والطفل الذي يحفظ القرآن له أن يمس المصحف على غير وضوء لضرورة الحفظ، ولأنه يمكث مدة طويلة يحفظ أو يحفظ، ففي الحالة دي له ذلك للضرورة، فإن زالت الضرورة رجع لحكم الأصل. برضو هنخش برضو في ايه، في الحدث الاكبر اللي هي الحيض يمنع من المكس في المسجد. انتوا بتستعجلوا، خلينا في الوضوء، هنيجي بعد كده المكس في المسجد اللي هو يحول بينك وبينه الحدث الاكبر. هنتكلم في الحدث الاكبر، احنا ما دخلناش في الاحداث اصلا، احنا بنتكلم لسه في نية الوضوء، يعني احنا لسه ما توضيناش، فبنتكلم هيتنقض ازاي. الاول نتوضى، فدي كيفية النية عند الشافعية، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، لو قال نويت الطهارة كده مطلقا وما قالش عن الحدث لا يصح، لازم يقول عن الحدث. واضح؟ كل دي نوايا. طب لو قال نويت رفع الحدث وهو دائم الحدث لا يصح وضوء، يعني واحد عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، عندها استحاضة، وبعدين لما ينوي يجي يتوضأ يقول نويته رفع الحدث، ده وضوء ما ينفعش، لأن الحدث مستمر، هيرفع حاجة مستمرة، فاهم؟ دي نيته بقى إيه؟ نويته استباحة الصلاة لأن الحدث مستمر، يبقى نيته المعتبرة إيه؟ نويته استباحة الصلاة. إنما اللي هو ما عندوش حدث مستمر، لو نوى رفع الحدث صح، ولو نوى استباحة الصلاة صح. واضح؟ وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشارك معه نية تنظيف أو تبرد صح وضوء. يعني هو نوى النية الصحيحة المعتبرة وقال بالمرة إيه أديني أنا أعنش نفسي برضو وأنظف نفسي معاها تمشي، ما فيش مشكلة. والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا، اتفضل. والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى ويجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. اللحيين اللي هو الفكين التحتيين، وحد عرضا ما بين الأذنين. يبقى الوجه، الوجه لما ربنا بيقول اغسلوا وجوهكم، ايه هو الوجه؟ من منابت الشعر الأعلى إلى أسفل الذقن واللحيين، من حيث ايه؟ تحت، من تحت. طب وبالعرض الأذنين، يبقى ادي الوجه، حدود الوجه كده، منابت الشعر، أسفل الذقن واللحيين وإلى شحمتي الأذن. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، لأن احنا أي ربنا قالك غسل الوجه، فلو على الوجه شعر خفيف أو كثيف، ما قالش بقى اللحية، اللحية الكثيفة ليها أحكام تانية. يعني أنا عندي في جبهتي شعر كويس، واحد كده طالع له شعر كده في جبهته، الجبهة العادة ان ما يبقاش فيها شعر، طالع هنا على الوجنة بتاعتي شعر، العادة ان الوجنة دي ما يبقاش فيها شعر، يبقى سواء كثيف او خفيف في الحتة اللي هي لا يوجد فيها شعر معتاد وجب ايصال الماء الى باطن البشرة، واخد بالك؟ لكن الاماكن اللي فيها شعر معتاد كاللحية، ان كان الشعر خفيف يعني يرى ظاهره، يعني يرى البشرة من أسفله لحد الكثافة والخفة، الخفيف تشوف البشرة من تحت، ده يبقى يجب إيصال الماء للبشرة. والكثيف، الكثيف هو ما لا ترى البشرة من أسفل، يبقى هنا لا يجب إيصال الماء إليه إلا إذا كانت لحية امرأة وجب إيصال الماء ولو كان كثيفا، لأنه يجب عليها حلقها إن نبتت لها لحية كثيفة، لأنها لو تركتها مثلة. واضح؟
وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف، يعني لازم تعرف تقيدها في ذهنك هنا، في أماكن لا ينبت فيها الشعر غالبا كاللحية للذكر، واخد بالك ازاي؟ يبقى وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحت. وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، ويبقى فيها سنة التخليل بقى، لكن احنا بنتكلم هنا على الواجب، واضح؟ بخلاف الخفيفة وهي ما يرى ما يرى المخاطب أو المخاطب، تنفع الاثنين، بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها. وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا، لوجوب حلقه في المرأة. طب وليه يجب حلقها للمرأة؟ قلنا لأنها مثلى. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن، لأن في عندنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أنا لو أنا عايز أقول إن الوجه هو من منابت الشعر، عشان أتأكد إن أنا أصبت منابت الشعر لازم أدخل على الرأس حاجة بسيطة ولو حتى مل، مش شرط يعني، ما يحددوش يعني، جزء بسيط كده من الرأس، علشان إيه؟ لأن إحنا عندنا في قاعدة من قواعد الفقه، حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، في قاعدة كده بتقول كده، حريم الشيء يعني ما يحيط بالشيء له حكم ما هو حريم له، ما هو محيط به. يعني احنا بنينا مسجد وحوطناه من خارج المسجد بسور، بقى ما داخل السور ده له حكم المسجد، يحكم للحائض انها تمكث فيه، واضح؟ لانه له حكم المسجد، صار حريما للمسجد. حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. جلدة المصحف مش من المصحف، لكنها لها حكم المصحف، فلا تمس إلا على وضوء، لأنه حريم الشيء له حكم ما هو حريم له. مقدم الرأس حريم للوجه، فله حكم الوجوب في غسله، لأنه له حكم وجوب غسل الوجه. يبقى حريم الشيء له حكم إيه؟ ما هو حريم له. وقاعدة تانية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقاعدة ثالثة، أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فوسيلة استيعاب الوجه، فمقصد استيعاب الوجه لا يتم إلا بأخذ جزء من إيه؟ من الرأس. فهمت بقى؟ شوف الكلمة دي البسيطة اللي قايلها لك في الآخر دي داخل فيها كم قاعدة؟ موافقة لكم قاعدة؟ هتبقى كلمة قوية بقى، لأن دي مش توافق قاعدة واحدة، توافق قواعد كثيرة، فلا تستطيع انك انت يعني تعتبرها انها يعني حشو كلام، بل ده من اصول الكلام، واضح؟ والثالث، غسل اليدين الى المرفقين، فان لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. افرض واحد اتولد دراعه كده مفيش مفصل في النص وكف، بنشوفها دي نادرة صحيح، بس بنشوف عيل يتولد كده دراع وكف مفيش مفصل حتة واحدة بالطول، يبقى ده هيغسل قدر المرفق، يعني كأن يجي عند نص الدراع ده ويكتفي، واضح؟ بقدره. انت قطع فوق المرفق بسبب حادثة أو مرض أو شيء من هذا، إذا غاب المحل سقط الفرد، إذا غاب المحل سقط الفرد. المرفق ده إلى المرفقين، إذا غاب المحل سقط الفرد. واحد عمل حادثة اتقطعت له رجليه، يبقى ملوش غسل رجلين خلاص، هيتوضى ازاي؟ هيجيب رجله منين طيب؟ فهمت؟ اتقطعت راسه مات بقى، خلاص مات بقى. مات واستريح مننا، وربنا يرحمنا ويرحمه. إذا غاب المحل
سقط الفرض، فرض الغسل يعني. غاب شخص الخليفة، سقطت البيعة. مش البيعة دي واجبة على كل مسلم؟ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، الحديث كده. طيب مفيش خليفة عشان يبايع أصلا، أعمل أنا إيه؟ أتحايل على جاري اللي فوقي أقول له أرجوك أنت تبقى خليفة وبيعك؟ فهمت إزاي؟ غاب المحل، سقط الفرض. لو ظهر الخليفة هنبايعه، ما ظهرش مع السلام. الخليفة مش الرئيس، الرئيس ده مش خليفة، فهمت؟ ده حاكم من حكام المسلمين، أمير من أمراء المسلمين، على طائفة من طوائف المسلمين، لكن الخليفة ده الشخص العام اللي هو مسؤول عن الأمة. فهمتني بقى إزاي؟ بجميع جنسياتها. ده غاب من زمان لما أسقطوا الخلافة. طب كل اللي ماتوا دول ماتوا ميتة جاهلية؟ ما ماتوش ميتة جاهلية، دول أولياء وصالحين وحلوين، بالرغم إن هم ماتوا بغير بيعة. والنبي بيقول من مات وليس في عنقه بيعة مات تنميتة جاهلية. وكان زمان بتوع التكفير والهجرة وبتوع التوقف لازم تدور على بيعة، يقول لك اوعى تموت كده، لازم تيجي تبايع وإلا هتموت ميتة جاهلية. ونشأت جماعات التكفير والهجرة وجماعات صالح سرية بتاع الفنية العسكرية، كل ده كنت طالب، وكانوا يسحبوا الشباب بالحديث ده لأنه ما عندهمش فقه. لكن انت ترد عليه على طول تقول له ايه؟ اذا غاب المحل سقط الفرد بس، وتحل الاشكال. والرابع مسح بعض الرأس. ما مش واجب يغسلها ليه؟ مركب طرف صناعي، ده طرف صناعي، دي مش ايده، ملهاش حكمها. يعني لو لمس بطرف الصناعي امرأة انتقد وضوء، ترتب طبعا مش هيترتب عليه احكام، لا يترتب عليه احكام. ما هو الطرف الصناعي ده حكمه حكم اللي البنطلون اللي لابسه، يبقى لو تنجس يغسله، يا اما يخلعه ساعه ما يصلي، حكمه حكم البنطلون. فهمتني ازاي؟ بس انتوا الظاهر هتخلوني اخلص فروض الوضوء، انا كنت خلص اخلصكم الوضوء كله، انا اخلصكم الفروض بس. يلا قول. طيب اسأل، انت جنسيتك ايه؟ اذربيجان حنفي ولا شافعي؟ اصل هناك الاذربيجانيين معظمهم حنفيين. طيب انا اقول لك على الحنفي ولا على الشافعي؟ حاليا بقيت شافعي؟ ما انت جيت هنا جنب الامام الشافعي. يلا يا زلمه. هتيجي اللي هو ايه؟ فاقد الطهورين، اللي انت بتقولها ده اسمه ايه؟ فاقد الطهورين، لا يستطيع الماء ولا يستطيع التراب، يعني لا يعرف يتيمم ولا يعرف يتوضا، زي وجهه محروق وكفيه محروقين، واخد بالك؟ والدكاترة قالوا له لا تجيب عليها ميه ولا ينفع يجيب تراب، والا هيلوث ايه؟ الحار. دي كتير بتقابلنا، واحد بخ عليه نار فقام كفها بايده فاتحرقت ايده، وخد الهبوة على وشه فاتحرق وشه، بنشوفها كتير كل يوم في المستشفى. فده اسمه فاقد الطهورين، يصلي على حاله. عند الشافعية يصلي على حاله وعليه القضاء بعدما يخف. طب هيصلي على حاله ليه طالما هيقضي؟ يقول لك لإدراك الوقت، لإدراك حرمة الوقت، ولما يخف يحسب، خف بعد شهرين يعيد صلاة شهرين لإدراك الصحة. واضح؟ فإن أصابته جنابة يصلي على حاله ولكن يقرأ الفاتحة فقط لضرورة صحة الصلاة، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. لكن لو لم تصيبه جنابة يصلي على حاله ويقرأ الفاتحة وسورة. تفاصيل هتيجي بعدين. واضح؟ اسمه فقد الطهورين.
شالوك كده وحطوك في كبسولة فضائية، لقيت نفسك على سطح القمر. انت ما ينفعش تتيمم على أرض القمر، لأن هي ليست هي الصعيد الذي أجازه لك الشارع، الشارع أجاز لك الصعيد اللي هي الأرض اللي أنت عايش عليه. لو رحت زحل المشتري، رحت القمر، ما ينفعش تتيمم بهذا الصعيد، لأنك أنت متعبد على هذه الأرض بهذه الأوامر، تبقى فاقد الطهورين. صلي على حالك، وما تيجي كوكب الأرض إن شاء الله تعيد اللي فات. اسمه فاقد الطهورين، اسمه فاقد الطهورين. هم ادوله ميه على قد شربه بس في القمر، ما يقدرش يستعملها في الوضوء. فهمتني ازاي؟ يبقى هيصلي على حاله. علقوك من رجليك او ايديك زي ما كانوا بيعملوا بيعذبوا المسلمين في السجون، واخد بالك؟ وجاء عليك فرض واثنين وثلاثة، عايز تصلي، فاقد الطهورين، تصلي على حالك إلى غير قبلة كمان، واضح؟ وبعدين أما يحنوا عليك وينزلوك إن شاء الله، واخد بالك، وتقوم الثورة ويلغوا أمن الدولة، يبقى عيد الصلوات. فهمت بقى المسألة يا سيدي؟ يعني ليها صور كثيرة، خلينا احنا والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. طب افرض قطعوا إيده في النص هنا وعنده حتة لسه تحت المرفق، وجب غسلها؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعد، الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الباقي الفرد موجود، باقي محل الفرد موجود، فده متيسر، فلا يسقط بالمعسور وهو الجزء الغائب، واضح؟ ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة، سلعة اللي هي ورم يعني، حاجة ورمة كده، أي حاجة بقى، الأورام أسبابها كتيرة بقى. خش في الطب نقول لك نيوبلاستيك وكونجينيتال وانفلاماتوري وانفكتيف وشغلانه بقى، خش، لكن اسمه ايه؟ سلعه، ورم. واحد طلع له ورم، ونسال الله لنا ولكم العافيه، بقى ايه؟ موجود في موضع الفرد، وجب غسل هذا الجزء الوارم، واضح؟ واصبع زائده مولود بصوابع زياده، وجب غسلها لانها في محل الفرد، تاخد حكمها. وهنيجي في تفاصيل بعد كده، هل ينتقد الوضوء بلمس هذا الاصبع الزائد للمراه ولا لا؟ لو قال لك ان كان على سمت اليد ويتحرك بحركتها انتقد وضوءه، وان كان ليس على سمتها او يتحرك بجلده لا ينتقد الوضوء باللمس. فاهم؟ كل دي تيجي لك تفاصيل بعد كده. واصبع زائده واظافير والضوافر كمان يغسلها، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. لازم الشعر اللي يتمسح يبقى في حد الرأس، ما يبقاش شعره طويل كده أو امرأة شعرها نازل كده تروح مسحة الحتة، أو عندها ضفيرة أو أنت عندك ضفيرة. ما هو النبي كان له غدائر صلى الله عليه وسلم، دخل فتح مكة وله أربعة غدائر صلى الله عليه وسلم، يعني ضفائر. فلما تيجي أنت تتوضأ ما يبقاش شعرك الزائد عن محل الرأس هو اللي تمسحه، بل لابد اللي تمسحه شيء من الشعر محاذي لموضع الرأس، واضح؟ طبعا مانع، كل ما كان جرما يبقى مانع، ما كان لونا ليس بمانع، ميكروكروم، حنة، بتاع، ده مش مانع، لكن ما له جرم يعني طبقة يبقى ده مانع. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، احنا عندنا بعض الرأس والبعض هنا، أو مسح بعض شعر في حد الرأس. أقل عند الشافعية ثلاث شعرات عند الشافعية، وأقل عند الأحناف بقدر الكف كده ربع الرأس،
وعند المالكية استيعاب الرأس ده واجب، هو الواجب والسنة كل الرأس. وقالوا أن الباء ليست للتبعيض، امسحوا برؤوسكم، الباء للإلساق. والشافعية قالوا الباء للتبعيض. واضح؟ ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وغيرها، مش شرط بإيدك، ممكن بإيد اللي جنبك. يعني افرض واحد كبير، راجل كبير، وقال لابنه وضيني يا ابني، ابنه يروح مسح له على راسه تمشي، واخد بالك؟ أو بخرقة أو بعصاية أو بغير مسح، الدنيا بتمطر وقاعد بيتوضى، بعد ما غسل دراعته، واخد بالك، أم نوى أن المطرة دي تبقى هي دي مسح، خلاص تمشي. فهمت ازاي؟ كل ده ماشي، مش شرط يعني يد الدلك، لأن الدلك سنة، هيجي لك بعد كده الدلك سنة. يعني لو الدنيا مطرة زي اللي بتشوفها في الأفلام بتاعت الغرب دي في أوروبا، تلاقي المطرة كأن حنفية مفتوحة، فممكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت الوضوء، تعمل كده، تعمل دراعتك كده وكده أهو، ورجلك كده ورجلك كده، وتخش تصلي. مش شرط دلك خالص. فهمت المسألة؟ شرط دلك خالص، الدلك ده سنة. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز بره، ايده مبلولة وحطها كده تمشي بره، شرط المسح يعني. والخامس غسل الرجلين الى الكعبين، ان لم يكن المتوضئ لابسا للخفين يبقى عليه الغسل، فان كان لابسهما بالشروط اللي هنقولها بعد كده وجب عليه مسح الخفين او غسل الرجلين وهما داخل الخفين. واضح؟ ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلع، يعني ورم برضه، وأصبع زائدة كما سبق في اليدين، والأظافر برضه نفس الحكاية. والسادس اللي هو آخر حاجة النهاردة وآخر حاجة في فرائض الوضوء، والسادس الترتيب. الترتيب في الوضوء على ما، أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. كويس؟ يعني اتفق مثلا مع إيه؟ مع أربعة، قال لهم أنا أول ما أقول لكم واحد اتنين تلاتة كله في لحظة واحدة يغسل العضو بتاعه، أنت مسؤول عن الوجه، وأنت مسؤول عن الدراعين، وأنت مسؤول عن الرأس، وأنت عن الرجلين، وقال واحد اتنين تلاتة راح غسلينه دفعة واحدة، ارتفع الحدث عن الوجه بس، لأن لابد أن يبقى في لحظة لطيفة يتأتى بها الترتيب، لابد أن يبقى في لحظة لطيفة يتأتى بها الترتيب. واضح؟ يعني لو غطس وطلع في لحظة غير لطيفة ونوى ارتفع عن الوجه بس، لكن لو مكس لحظة لطيفة تأتى بها الترتيب يبقى يطلع متوضي. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، الله يكرمك يا سيدي، الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.